كان مصري جدا، بيختار مواضيع من جوه الاعماق الانسان المصري. كان بيتعامل يمكن مع الممثل بطريقه مختلفه عن كل المخرجين، يعني يقعد ويتناقش ويتكلم يعني فتره التحضير دي كانت عاليه جدا، يمكن اكثر من اثناء التنفيذ. فبيدخل كل متفقين، طبعا هو كان مخرج قاصر يعني ما من اول الناس اللي عملوا اوردر بال 20 ساعه، كان يعني ناهم جدا في انا فاكر كان بيعمل فيلم ملف في الاداب، وجه فريد شوقي عارف علاقتي قال لي يا ابني قول له يرحم نفسه مش عشاني، عشانه ده بيموت نفسه في ومديحه كامل وبتاع. هو كان يعني ما اقدر اقول لم يستمتع بحياته، واستمتع بانه يسيب لنا رصيد مهم جدا، وده منتهى الانسانيه يعني. شايف عاطف يمكن ربنا ما ادالوش اولاد، لكن ساب لنا اولاد كثيره جدا، ساب لنا افلام كثيره جدا. وانا فاكر في الايام الاخيره والعمليه، وكنا جايبين له انه ممكن يسافر يعمل عمليه خارج مصر، اصر يعملها في مصر، وبالصدفه برضه توفى في نفس المستشفى او في نفس الاوضه او في نفس سرير العمليات اللي توفى عليه اشرف فهمي رحمه الله، والاثنين توفوا بنفس المرض. وفي ذكرى ميلاد المخرج عاطف الطيب، كاميرا النشر الفنيه تلتقي الناقد الفني نادر عدلي، فدعونا نتابع هذا اللقاء. في مناخ بيولد مخرج كبير او يوئد موهبه كبيره، فعاطف الطيب ظهر مع مناخ وصف في هذا الوقت، وممكن نعيد تقييم المقوله دي بالواقعيه الجديده. كويس، كان معاه خيري بشاره، كان معاه داوود عبد السيد، كان موجود رأفت الميهي، كان في حاله سينمائيه في الثمانينات حصل بعدها مباشره انتكاسه للسينما المصريه. ده جو عام لتركيبه ظهور عاطف الطيب. كان صلاح ابو سيف رحمه الله عملت معاه حوار لطيف كده عن الواقعيه الجديده والقديمه، وجبت عاطف الطيب عشان يحصل مناظره بينهم يعني. فقال لي وكان عاطف موجود يعني، كان اخر حاجه تخيلها ان عاطف الطيب يبقى مخرج كويس. على فكره ايا كان راي اي حد في العالم يعني، سينما عاطف الطيب هي تطور حقيقي للواقعيه القديمه، يعني زي ما جه صلاح ابو سيف طور كمال سليم، عاطف الطيب جه طور لانه كان اكثر عصريه، اكثر اهتماما بالتفاصيل اللي بيعيش فيها المجتمع بشكل حقيقي. عاطف الطيب عنده الاحساس الواقعي اكتر من الاحساس الفني. بمعنى ايه؟ بمعنى انه مثلا بيصور في شارع، هو يهمه انه يصور الشارع دوت لانه له دلاله معينه، لكن ما يقدرش بقى يعمل ايه؟ تقطيع للشارع مثلا، مشاهد متقطعه، لا ده يخلي سعيد شيمي مثلا ايه هاند كاميرا وياخد المكان بتفاصيله، او ياخد اللي هي ايه اللونج شوت او اللقطه العامه للمكان. اذا توفر له ظروف انتاجيه وظروف المكان نفسه الشارع يعني، انه يقدر يقطع، يقدر ياخد من كذا زاويه. والواقعيه كانت عنده انه يصور في اماكن حقيقيه، يصور في شقه حقيقي، ولذلك الشقه بتاعت عيله احمد زكي دي شقه حقيقيه وشقه متواضعه جدا. من المخرجين اللي بيلتزموا قوي بالسيناريو، بدقائق السيناريو، وحتى كان له طريقه في الشهر انه يجي ومعاه اجنده كده ويشوف انا وصلت لاني مرحله ونتفق عليها وياخد بيها نوت في الاجنده دي. فلذلك ايه لما نتفق على السيناريو
خلاص مفيش سطر هيتغير وما بيخشش على طول، ده بيقعد يعمل ديكوباج للفيلم كله، مش مثلا لجزء اللي هيصوره، مثلا هيصور بكره، فزي كثير من المخرجين يقعد يعمل ايه ديكوباج لبتاع للشغل بتاع بكره او ايه التحضير بتاع بكره، لا ده يخش والسيناريو مكتوب سينمائيا.